أهلا بكم. أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقريرا حول الاعتقالات والتعذيب في اليمن، وفي التقرير تم الكشف عن أكثر من 5000 معتقل في سجون الميليشيا وأكثر من 200 حالة إخفاء قسري جرى تسجيلها خلال العام الماضي. التقرير أيضا كشف النقاب عما كان معروفا في السابق عن عمليات التعذيب التي تمارسها سلطة الميليشيا في معتقلاتها غير القانونية برقم يبلغ أكثر من 800 حالة تعذيب ذهب ضحيتها العشرات من المختطفين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا التقرير لنسلط الضوء على ما يواجهه المختطفون في سجون الميليشيا. منذ سيطرة الميليشيا على البلد أصبحت المدن اليمنية سجونا مفتوحة لأبنائها أو من تبقى منهم فيها. منذ عامين اعتقلت الميليشيا أكثر من 10,000 يمني، لا يزال مصير الكثيرين غير معروف حتى اللحظة، فيما لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب أو باستخدامهم دروعا بشرية لعناصر الميليشيا. وفي حين كان بند إطلاق المعتقلين على رأس أجندة المحادثات السلام بين الحكومة والميليشيا، إلا أن الميليشيا نجحت في جعل الملف يتوارى، ولا يزال أكثر من 5,000 من المعتقلين والمخفيين قسرا يواجهون ظروفا صعبة ومصيرا غير معلوم في ظل تجاهل المنظمات الدولية لهذا الملف. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. منذ سبتمبر من العام 2014 تحولت البلد إلى معتقل كبير في ظل حكم سلطة الميليشيا، فبالإضافة إلى ظروف الحرب التي قطعت البلد إلى أجزاء منفصلة عن بعضها وقيدت تحركات المواطنين بين المدن والمحافظات وبين اليمن والعالم أيضا، فإن الميليشيا كانت قد جعلت من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها هدفا لممارساتها الوحشية التي تأتي الاعتقالات التعسفية على رأسها. غيبت سجون الميليشيا ما يناهز 10,000 معتقل منذ سيطرته على السلطة في البلد، مضى على بعضهم في تلك المعتقلات أكثر من عامين، كثير منهم لا يعرف لهم مكان حتى اللحظة، ويعيشون ظروفا صعبة تحت التعذيب الجسدي والنفسي. تقرير حديث أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف عما يقارب 5,000 اعتقال تعسفي وأكثر من 100 حالة إخفاء قسري. ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع معظم تلك الانتهاكات، وتركت القليل منها لتتوزعه السلطات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية وتنظيم القاعدة، ومجهولون تكاثروا في ظل حالة الفراغ الأمني الذي تعيشه البلد منذ أكثر من عامين. التقرير رصد أيضا أكثر من 800 حالة تعذيب تعرض لها المعتقلون خلال عامين، وكالعادة لا أحد ينافس ميليشيا الحوثي والمخلوع في هذه الجرائم. وكان من نتائج هذا التعذيب قرابة 116 حالة وفاة وقتل لمختطفين ومعتقلين، بينها 107 حالات داخل سجون تتبع سلطة الميليشيا، فيما كان 44 معتقلا يلقون حتفهم تصفية بالرصاص داخل المعتقل، وقتل 14 معتقلا آخر نتيجة استخدامهم دروعا بشرية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدة محافظات يمنية أبرزها محافظة ذمار. وعلى الرغم من تقلص جغرافيا سلطة الميليشيا واقترابها من حالة الانهيار، إلا أن نهمها للاعتقالات والتعذيب لم يتوقف لحظة واحدة، ولا تزال السجون القانونية وغير القانونية تمتلئ باليمنيين من جميع الفئات. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدا هذه الحلقه مع رئيس منظمه وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي من جنيف. مساء الخير سيد نجيب. مساء النور، اهلا وسهلا بك اخي العزيز. مرحبا بك. ذكر التقرير انه تم توثيق اكثر من 5,000 معتقل، اكثر من 200 حاله اخفاء قسري، هل هذا يشمل جميع المحافظات في اليمن؟ بالنسبه للتقرير نرصد نحن بحسب امكانياتنا، رصدنا في 20 محافظه من محافظات الجمهوريه اليمنية، نعم. سواء كانت تحت سلطة الانقلاب أو السلطة الشرعية، لكن ما وثقناه ليس بالرقم الكامل للمعتقلين. نحن نتوقع هذا ما وصلنا إليه، هذا الرقم 5091 معتقل، هذا ما وصلنا إليه. نحن نتوقع أرقام أن المعتقلين أكثر من ذلك بكثير، يعني ربما يكون أكثر من الضعف، نعم. لكننا لم نستطع توثيق هذه الجرائم، نحن ما نشرناه هو ما استطعنا أن نوثقه فقط. نعم، ما الذي حال دون أن تجمعوا كل المعلومات وعن أعداد المعتقلين العدد الحقيقي، لأن الكثير يتحدث يعني يفوق 10,000 معتقل؟ نعم، توقعاتنا بأن العدد أكبر من 12 وليس 10,000، أكثر من 12,000 معتقل. ما يحول دون الوصول إليهم أولا حالة الخوف والرعب الذي تفرضها جماعة الحوثي، خصوصا
على الرافدين أو من يعملوا ناشطي حقوق الإنسان. ثانيا تخوف الأسر الضحايا بالإدلاء أو الإبلاغ عن اختفاء أو اعتقال أقاربهم، لأن الميليشيا تهددهم بأنها سوف تقوم يعني بعواقب إذا تواصلتم مع منظمات أو كذا، فإننا سنقوم ب يعني اعتقالكم أنتم، لا نريدكم تتكلموا، لن يخرج ابنكم أو قريبكم إذا تواصلتم مع المنظمات أو أعلنتم أن ابنكم مختطف أو تكلمتم لوسائل الإعلام. هذا كله يحد من عملية تمكننا من عملية من الوصول إلى كافة المختطفين. نعم، إذا تحدثنا عن أكبر نسبة من الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري، أين تتركز بالضبط في اليمن؟ تتركز هي في المناطق، لا شك بأن أكبر نسبة جهة تقوم بالاعتقالات أولا هي جماعة الحوثي المسلحة، كما أنها يعني حوالي المعتقلين لديها الذين رصدناهم أكثر من 4900 حالة. كذلك في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، عمران، صنعاء، حجة، الحديدة، هذه مناطق تتركز فيها جماعة الحوثي، وهي أكبر المناطق وأكثر المناطق نسبة في الاعتقالات. نعم، حالات التعذيب كم بلغ عدد الحالات، وأيضا الأساليب التي تمارسها الميليشيا في المعتقلات؟ طبعا حالات التعذيب التي توصلنا إليها واستطعنا وتمكننا من الوصول إليها 813 حالة، حالة تعذيب، من ضمنها 774 حالة هي لدى جماعة الحوثي، قامت جماعة الحوثي بالتعذيب. طبعا التعذيب أولا التعذيب النفسي، مثلا كإيهامه بأنه سيقتل، أيضا التعذيب الآخر بالضرب بأعقاب البنادق وبعصا غليظة، الصعق الكهربائي. طبعا جماعة الحوثي ورثت النظام الأمني التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتستخدم كافة وسائل القمع والتعذيب التي كان يستخدمها من الربط وما يسموه بالشواية، حيث يربط اليدين والرجلين مع بعض ثم يضربه بأسلاك الكهرباء، الصعق الكهربائي، الرش بالماء البارد في المناطق المرتفعة، وتعريض المعتقل للهواء البارد أيضا. نعم، طيب تكرم بالبقاء معنا أستاذ نجيب، ونشرك معنا في الحديث من صنعاء المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين أمل عبد الرحمن. مساء الخير سيدة أمل. مساء الخير، مرحبا بك أستاذة أمل. ما يقارب عامين وأنتن تقمن بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات في صنعاء، ما الجديد في هذا الملف؟ في الحقيقة نحن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندشن حملة إعلامية نتمنى من خلالها الوصول إلى حالة التضامن الاجتماعي، سواء كان محليا أو التضامن الحقوقي محليا وعالميا، ومع التضامن الإعلامي الداعم القوي، ليس التضامن التعاطفي أو بالشعور أو بالمشاعر مع تقديرنا لكل ذلك، بل الوصول إلى ما يشبه وثيقة وميثاق يتحمل الجميع مسؤولية الدفع به نحو النجاح للإفراج عن أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا. هذه آخر ما يعني نصنعه اليوم، ونحن في استمرار دائم، نحن في وقفات وزيارات للمنظمات ورسائل موجهة إلى الجميع، لن نفقد الأمل، لأنه يا أخي في النهاية ابنك المختطف، أخوك، جارك، قريبك، هؤلاء الموجودين في السجون نحن نزورهم ونرى آلامهم يوميا، نحن لا نستطيع إغماض أعيننا عن رؤيتها، لا نستطيع التوقف، ليس هناك مجال لليأس نهائيا، ونتمنى أن يشعر الجميع بذلك أنه لا مجال لليأس، لأن حياة أناس مهددة في كل لحظة وسط ابتزاز مقيت، ابتزاز سياسي أو ابتزاز مالي، وسط تهديدات متكررة في تعريض هؤلاء وتعريض حياتهم للخطر أو الإخفاء على أقل تقدير. نعم، نحن نرى أمامنا الخطر، فبالتأكيد لن نيأس. نعم، فيما يخص الآن آخر يعني المعلومات لديكم عن حالتهم وظروفهم في سجون الميليشيا، ما هي؟
في الحقيقة ممكن تقسيمها إلى 3 نقاط. أول هذه النقاط الوضع الذي بدأ واضحا في الفترة الأخيرة، وهو التعمد إهمال الرعاية الصحية. في العاصمة صنعاء حوالي 50 شخص مختطف. نحن لا نتحدث عن المخفيين الذين لا نعرف مصيرهم إلى الآن، كيف هو وضعهم. وللعلم أغلب من يقتلوا تحت التعذيب هم في الأصل كانوا مخفيين. هل تصدق أننا تحدثنا إلى أسرة أحد المخفيين الذين قتلوا تحت التعذيب، وقالت أنها استلمت جثمانه بعد فترة طويلة من الشهور لتتفاجأ أنه مكتوب على ثلاجة الموت أنه توفي بعد موت يوم واحد من اختطافه؟ نحن أمام جريمة بشعة مؤكدة. إذا لم يقف المجتمع أمامها سنكون في وضع خطر جدا، لأن الجميع مهدد بالاختطاف في وسط حالة من اللاحرية أو الاستبداد في الرأي والفكر إلى غير ذلك. فهذه الرعاية الصحية يعني وضع صعب جدا، وأغلب المختطفين هم في وضع صحي كبير، لكن هؤلاء وضعهم صحي مؤقت ويتعرضون للموت. إحدى السيدات، نحن قبل أيام وجهنا نداء لأنها طلبت منا توجيه هذا النداء. زوجها رأته في آخر زيارة وقد اسود جسده بسبب أنه منع من إجراء عملية وكليته تكاد أن تصاب بالفشل. يقول لها أنا أنتظر الموت البطيء، ودعي أصدقائي ومعارفي. لم كل ذلك؟ لم هذا التعقيد؟ لم تسمحوا لي الموت أن يسري في أجساد أبنائنا وإخواننا؟ أبنائنا وإخواننا جزء منكم، من وطنكم، من مجموعكم. فهذه الرعاية الصحية، إحدى السيدات زوجها صحفي، نعم، قبل يومين تقول أنه يشير إليها أنه لا يستطيع سماعها بعد التعذيب، أنه يكاد أن يفقد سمعه أو ربما فقد سمعه، وهي تحتاج لتحدث إليه إلى رفع صوتها لمسافة البعد بينهما أثناء الزيارة. فكيف وهو يشير إليها أنه أصبح لا يسمع؟ نعم. تقول كيف أفعل؟ ستعيدون إلي زوجي فاقدا للسمع؟ نعم. فالرعاية الصحية هي هذه إحدى هذه الكوارث. الأمر الثاني تعريضهم للظروف الخاضعة لأمزجة مشرفي السجون من الحوثيين أو التابعين للرئيس السابق صالح. هؤلاء المجموعة من الشباب الصغار هم من يتحكمون بفلة من الدكاترة والمهندسين والأطباء والعمال واليمنيين، يمنيين دون أن أذكر أي مسميات أخرى ولا آراء فكرية معينة. هؤلاء يتحكمون بهم فيخضعونهم تارة للتجويع أيام، وتارة تخيل أنه قبل أيام يحدثون مجموعة من السيدات أننا لن نطعمهم يوم الخميس والجمعة. دبروا نفسكم، يعني ماذا يعني؟ لماذا إذن تحتجزهم؟ الأيام أثبتت خلال عامين أنك لم تستفد شيئا من احتجازهم. هل تريد يعني إبقاءهم رهائن؟ وما النتيجة التي ستحصل عليها إن أبقيت هؤلاء الأبرياء رهائن؟ هؤلاء الأبرياء قيمتهم عندنا أكبر بكثير من قيمة أنفسنا. أبناؤنا هم أوطاننا، هذه بكل بساطة. إذا استطعتم أن تعيدوا إلينا أبناءنا صدقونا، فقد قطعتم أهم الطرق لتعيدوا الوطن إلى جميع أبنائه. فهذه نعم. إشكالية أيضا، تعريضهم منعهم من مستلزماتهم الشخصية خاضعة أيضا للكيف والمزاج. في غالبية نعم. السجون الموجودة في أمانة العاصمة وسجون الحديدة تشتكي من التجويع نعم. ومنع الزيارات. أيضا الأمر الثالث، الخطر الذي يهدد هؤلاء عبر ابتزاز أهاليهم في أنهم سيظلون وسيبقون داخل السجون. ماذا تقصد؟ هل تريد أن تبكيني لأنني أم؟ هل هذا نعم. يسعدك؟ هل يعني انتصارا بالنسبة لك؟ نعم. طيب أستاذة أمل، تكرمي بالبقاء معنا، وأرجع إلى جنيف مع السيد نجيب السعدي. سيد نجيب، هناك أيضا أخبار تحدث عن معتقلات غير مصرح بها ويتم فيها ممارسة كل أنواع التعذيب ضد معتقلين ومخفيين قسرا. هذا الملف إلى أين وصلتم به؟ بالنسبة للمعتقلات التي غير مصرح بها قانونا أو غير جائزة قانونا، اليمن بكلها الآن الواقعة تحت سلطة الميليشيا جماعة الحوثي والقوة الموالية لصالح هي غير شرعية بالأصل،
لذلك فجميع السجون التي تحت سيطرتهم هي سجون غير شرعية بشكل عام. هناك سجون الآن جميع سجون مراكز الشرطة التي كانت تسمى مراكز الشرطة، الأمن القومي، الأمن السياسي، كلها مراكز تمارس يتم احتجاز فيها الناس بسبب آرائهم أو بسبب مخالفاتهم. وهنا أريد أن أنبه بأن الخمسة الألف المعتقل الذين تكلمنا عنهم أو المختطف ليسوا الذين هم على ذمة قضايا أو ذمة أشياء شخصية، خلافات شخصية مع ناس، وإنما لسبب آرائهم أو لسبب اشتباه فيهم. الآن نحن نرصد ونقدم تقاريرنا إلى المقرر التعذيب والإخفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. نحاول نتواصل مع كافة المنظمات ونرسل لهم تقارير حول هذا الموضوع. نتمنى أن نستطيع أن نحرك، بدأنا نستطيع أن نحرك المنظمات الدولية لتتعاطى مع هذا الملف، خصوصا أنه ملف شائك وملف لا تستطيع المنظمات الدولية أن تقايض به وتقول لك، والتحالف العربي أيضا فيه انتهاكات، لأن من يقوم بالإخفاء القسري والاعتقال هي ميليشيا جماعة الحوثي، مع وجود بعض الحالات لدى السلطات، بعض السلطات المحلية سواء كانت في عدن أو في حضرموت. نعم. نحن أوردنا الجميع الإخفاء القسري أمام هذا الأعداد. نعم أستاذ نجيب، أمام هذا الأعداد الكبيرة التي تحدثت عنها من المعتقلين اليمنيين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا، لماذا لا يظهر عدم اهتمام من قبل المنظمات الدولية بهذا الملف؟ طبعا الذي أريد أن أقوله بأن المنظمات الدولية طبعا مهما كانت ومهما قالت بأنها محايدة وأنها منظمات لا تخضع للسياسة، لكن في الحقيقة منطلقاتها سياسية، منطلقاتها يعني تخضع للأجندة السياسية للدول التي تعيش فيها. حتى الأمم المتحدة بكاملها هي تخضع لأجندة سياسية سواء ضد هذا أو مع ذاك، وتحاول أن تبقي يعني خطوط أو ملفات مفتوحة للأنظمة لكي تكون نقطة ابتزاز في المستقبل. هذا ما يعني ما نعانيه من هذه المنظمات. لكن الآن بالنسبة لموضوع المختطفين، بدأنا نلمس بعض التحسن في الأداء، بحيث أنه كثير من المنظمات تعاطت مع هذا الأمر، خصوصا بأن موضوع الاختطاف موضوع بارز وموضوع يعني تحدى، خصوصا اختطاف الناشط السياسيين من امثال الاستاذ محمد قحطان ووزير الدفاع وناصر منصور هادي، الذين نص عليهم احد قرارات مجلس الامن بالاسم وطالب باطلاقهم، الا انه ان جهود الامم المتحده ومبعوثها السابق جمال بن عمر والحالي ولد الشيخ لم يتمكنوا من الوصول حتى أو مقابلة هؤلاء المختطفين الثلاثة الذين نص عليهم أحد قرارات مجلس الأمن الدولي. نعم أستاذة أمل عبد الرحمن من صنعاء، كنتنا قبل أيام نفذتنا وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب الأمم المتحدة، كيف يبدو موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؟ هل هناك تفاعل مع ما تطرحوه، مع ما تطالبون به؟ في الحقيقة كل يعني هذا السؤال تقريبا يتكرر دائما علينا. نعم. كل ما نحصل عليه هو التعاطف فقط. تعاطف. وتعاطف فقط. نعم. وكلما تحدثنا معهم عن قرارات وإجراءات لا نصل معهم إليها للأسف الشديد. وهذا الشيء يحزننا، لأننا كررنا الزيارات خلال هذه الفترة الزمنية بشكل متوالي ومتتالي. كل ما تفعله هذه المنظمات هي توثيق الحالات، توثيق الحالات تقوم بها منظمات حقوقية محلية أو غير ذلك، لكن منظمة الأمم المتحدة إذا لم تستطع مكتب الشؤون الإنسانية أن يوقف الانتهاك الإنساني الصحي للمختطفين، ماذا يستطيع أن يقول أنه يفعل في أمانة العاصمة؟ إذا لم يكن قادر مكتب الأمم المتحدة والمبعوث الأممي أن يلزم الحوثيين وأتباع صالح بإخراج المختطفين أو إظهار المخفيين قسرا، ما الذي يستطيع أن يقوله أنه إجراء؟ أتحدى أي منظمة أن تقول لي أنها أخرجت مختطفا واحدا أو مخفيا واحدا. نعم. وحينها سأحتفل بها في كل منابر الدنيا.
نعم. طيب أستاذ أمل، سؤال أخير، ضمن الصفقات التي دائما يفرج عنها عن مختطفين ومعتقلين ومخفيين قسرا، هل من الأسماء التي أنتم ربما تطالبون دائما في وقفاتكم الاحتجاجية والاعتصامات تم الإفراج عنه أم لا؟ في الحقيقة هو تم الإفراج عن عدد من الأسماء، قليلة بالنسبة للأسماء التي طالبنا بالإفراج عنها، إما بضمانات أو بوساطات قبلية إلى غير ذلك، أو تبادل أسرى، وهذه بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، لأن المختطف في الحقيقة هو شخص مدني أخذ من بيته وحريته حق لا يختلف فيه إثنان، وكذلك للأسير حقه إن اعتبرنا من يؤخذ في مثل الاشتباكات الاقتتالية الموجودة بين الأطراف الصراع في اليمن أنهم أسرى. في هذه الظروف هناك من يعني نرى كثير من الكلمات والعبارات في إعلام جماعة الحوثي أو أتباع صالح حول إخراج مختطفين أو، ونحن نستغرب، نحن نبحث عن أسمائنا بين الأوراق التي يصدرونها لا نجدها، ما يخرج لنا هم أفراد قليلين ويخرجون بوساطات قبلية أو ضمانات معينة أو تبادل أسرى. نعم. هذا هو ما شكرا يحصل. لك نعم أستاذة أمل عبد الرحمن المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. أعود هذه المرة للسيد نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. مساء الخير سيد نبيل. إذن إلى أن يجهز الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، أعود إلى جنيف مع رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني. سيد نجيب، أيضا هناك في ظهر مؤخرا بأن هناك شريك آخر للميليشيا الحوثي في ممارسة الاعتقالات غير القانونية، وهي أيضا السلطات الأمنية في بعض المحافظات المحررة، رغم الفارق الكبير بالتأكيد ما بين ما تمارسه الميليشيا وما بين بعض التصرفات الفردية التي تحدث في المناطق المحررة. أنتم كيف تنظرون كحقوقيين لهذه الانتهاكات، وما الذي تتعاملون معه وتقدمونه لحقوق الإنسان؟ نحن بالنسبة لنا نتعامل مع أي انتهاك بغض النظر عن الطرف الذي قام بها، هي انتهاك، وبغض النظر كانت كبيرة أو صغيرة هي في نظرنا انتهاك. السلطات الأمنية في عدن وحضرموت قامت بحملة اعتقالات بدعوى محاربة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب. الاعتقالات طالت ناس أبرياء وناس ليس لهم علاقة في الإرهاب بالإرهاب، وبطريقة غير قانونية غير مبررة بالنسبة لنا. أيضا يتم اختطافهم وإبقاؤهم في سجون بدون الإفصاح عنهم أو بدون تقديمهم لمحاكمات، نظرا لأن المحاكم معطلة في هذه المناطق. تواصلنا مع وجهنا رسائل للسلطات، وجدنا تجاوب حقيقة، وجدنا تجاوب كبير من السلطات الأمنية سواء كانت في عدن أو في حضرموت، وإن شاء الله نحن نتوقع يعني نأمل أن هذا الملف يتم حلحلته قريبا، خصوصا مع التجاوب الكبير الذي وجدناه من السلطات الأمنية والمحلية في عدن وحضرموت، أيضا من الحكومة الشرعية هناك تجاوب كبير، وطرحوا لنا مبررات أمنية. نحن لا مبررات أمنية ومبررات مكافحة الإرهاب، نحن لا كمنظمة حقوقية لا ننظر لهذا الجانب المبررات هذه، وإنما لدينا حقوق يجب احترامها. هم معنا السلطات الأمنية في هذه المحافظات بأنه يجب احترام الحقوق وتقديم المتهمين للمحاكمة. نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن يتم حلحلة هذه الأمور بشكل كامل، في سواء في حضرموت أو في عدن إن شاء الله، خصوصا مع تفاهم السلطات الأمنية والمحلية لخطورة هذا الموضوع. نعم. ملف المعتقلين أستاذ نجيب، هذه المرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، كيف تقيم حضوره وما هي النتائج المتوقعة، يعني بالمقارنة مع النتائج التي سبقت في المؤتمرة السابقة لم نلمس أي شيء؟ نحن قدمنا في أروقة مجلس حقوق الإنسان، قدمنا التقرير عن المعتقلين والمخفيين قسريا. أيضا كان لنا كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الجلسة العامة التي يحضرها ممثلين لأكثر من 100 دولة.
أيضا لنا لقاءات مع مقرر الاختفاء الاعتقالات والإخفاء القسري، سنقدم لهم كل ما لدينا، نأمل أن يتضمن تقرير المقرر مقرر الاختفاء والاختطاف والإخفاء القسري فقرة في تقريره عن المختطفين في اليمن ومطالبة جماعة الحوثي إطلاق هؤلاء المختطفين والإفصاح عن أماكن تواجد المخفيين قسريا. نعم. شكرا جزيلا لك رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث، شكرا لضيوفي الأكارم، المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين أمل عبد الرحمن من صنعاء، وكذلك نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني كان معنا عبر الهاتف من جنيف، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وهي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم.